للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة بسمة محمود الصفار، استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة. أهلا بك دكتورة بسمة في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي أهمية إتاحة الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما؟ مساء الخير. طبعا في إطار مواصلة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كوفيد-19 وللاستمرار في رفع معدل المناعة المجتمعية ضد الإصابة بالمرض، تمت التوصية مؤخرا بإعطاء جرعة منشطة للفئة العمرية من 12 عاما وحتى 17 عاما ممن تلقوا جرعتين إما من لقاح فايزر بايونتك أو لقاح سينوفارم، وذلك بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، بحيث تكون الجرعة المنشطة من نوع لقاح فايزر بايونتك لمن تلقى جرعتين من هذا اللقاح، أما من تلقى جرعتين من لقاح سينوفارم فبإمكانهم تلقي جرعة من لقاح سينوفارم كجرعة منشطة أو جرعة من لقاح فايزر. طبعا هذه التوصية جاءت لرفع معدل المناعة لهذه الفئة العمرية وللتقليل من فرص العدوى للفئات العمرية الأخرى. ومن الجدير بالذكر بأنه تمت التوصية مؤخرا من مركز التحكم بالأمراض بأطلنطا بإعطاء الجرعة المنشطة للفئة العمرية ذاتها بناء على بيانات تم تحليلها حول معدل الإصابة للفئة العمرية لمن تلقى جرعتين من هذا اللقاح. وقد أثبتت لقاحات كوفيد-19 بصورة عامة المأمونية لهذه الفئة العمرية، حيث لم تسجل أعراض جانبية شديدة ذات علاقة مباشرة باللقاحات، وكانت معظم حالات الأعراض بسيطة تتراوح بين الألم في موضع الحقن أو الحمى البسيطة والتي لا تقارن بشدة المرض والمضاعفات المترتبة عليه. لذا نوصي أولياء الأمور بالمبادرة بتحصين أبنائهم باللقاحات المصرحة تحت التصريح الطارئ لهذه الفئة العمرية واستكمال الجرعات الأساسية والجرعة المنشطة بحسب التوصيات الحالية للتصدي للجائحة. نعم الدكتورة بسمة محمود الصفار، استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.